يمرقون حقوقنا، يمرقون الطحين تبعنا يا عمي. خلي الحرب مستمرة مرقونا يا عم الطحين. جايين ندور على طحين، بس والله ما فيش طحين أبيض بالمرة في غزة تقريبا. والآن سألت المطحنة حكولي في الشعير وفي ذرة حمراء وفي ذرة صفراء. الذرة والشعير هذا لن تصلح للعجين للأكل، ولا بنفخ ولا إشي. هذا خبز ناشف يعني بخلي الولد في الليل يكروع بطنه، يصير بعاني معاناة غير شكل. يعني بيصير مدال اللي قوم الولد من المحيا اللي هو فيها بصير يعاني أكثر من الأول. السلام عليكم. هذا من نفس أكل الحصان والحمار. الله يفتح عليك، هذا هو تاع الدوع صحيح. الناس وصلت لمرحلة وإحنا وصلنا معاها لمرحلة مجاعة، ويعني شفنا حاجات كتير ما شفناهاش في حياتنا ولا في العالم كلها. يعني احنا بنطحن في المطحنة زي ما انت شايف، يعني ما كانش يجي عبالنا نظام الشعير والذرة والحاجات الأكل الحيوانات اللي كنا نجيبه. الله يعزك نجيبه للدجاج، نجيبه العصافير الرمية للحمام نطلع فيه نقبلوش كمان طعمية الحمام وطعموش للدجاج من ريحته من خمجه من مناظر الشعير ومناظر الذرة. يعني تعرف أرجيك بعض شغلات يعني الناس بيجيبوا لنا إياها نطحن إياها. يعني هذا الناس جابت لنا اياه نطحن لسه ما اعطيناها شيء. هذا قمح وشعير، ذره وشعير، اسف ذره وشعير، شم ريحته بقتل. وهي المطاحن زي ما انت شايف، هاي الذره الصفراء هذه بتكون انظف من هيك، هذا ذره مخمجه بتكون انظف من هيك. ما اعطيناش، يقول يا عم هذه ما ينفعش تاخذها حرام، نطعميها الحمام ويستفيد فيها اكثر. يعني علف الخيل بناكله قاعدين تبع البني ادمين بنطعمه للناس، فيش ناس كمان لما بتطحنه وبتاكله بغلب، وفي ناس بدها بتدور على طحين ابيض تعمله معاها مش لاقياه، انه القمح والشعير على الفاضي بصيح، بخرب الخبز قاعد على الفاضي مع الناس. ومع هيك كمان اسعارهم خياليه، الرطل ب 110 شيكل يعني ب 35 دولار الرطل. يعني ما بتكفيش عيلة في يوم واحد. كيس الدقيق أصبح بحوالي 2000 شيكل، كيلو الدقيق الأبيض ب 120 شيكل و 150 ولم نجده. سعر بالعلالة، فيش يعني مصاري الناس تشتري، في ناس مش لاقي تاكل ايش حبة الملح تجيبها، في ناس ما حاش شيكل. كل سعر العلف حقه كان رطل القمح 30 40 شيكل، اليوم 100 شيكل 200 شيكل، وفش علف مش لاقينه. الناس صارت تاكل في بعضها، ما فيش اكل، ميه فش، ولا يوجد رواتب. حتى من كان موظفا لم نستطع ان نتقاضى رواتب. حوالي 6 اسر مكون من حوالي 40 شخص، ال 40 شخص يريدون الطعام، لم نجد الطعام. أصبحنا نبحث عن ربع وجبة يوميا بما لا ينص بما لم نكن نأكله قبل الحرب.